خلينا نروح إلى الكويت، وتزامنا مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين، وطبعا مباحثات مع الشيخ جابر الأحمد صباح الجابر الأحمد الصباح أمير الكويت. أعلن المهندس طارق قبيل وزير التجارة أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول العربية على رأس أولويات وزارته حاليا. قال كمان إنه حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 3 مليارات و373 مليون دولار، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 477.5 مليون دولار خلال العام الماضي. الوزير قال إن زيارة السيسي إلى الكويت والبحرين تمثل خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. معايا على التليفون الأستاذ طلال السعيد، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق والكاتب والإعلامي. مساء الخير أستاذ طلال. أهلا دكتور، أنا سعيد جدا في أني أطلع على المشاهدين من خلال برنامجكم من خلال الأخبار. أهلا بحضرتك أستاذ طلال، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى الكويت، في أي إطار تضعها في هذا التوقيت بالذات؟ والحقيقة لا يسأل عن نجاح أو عدم نجاح الزيارة، لأن الزيارة بالأساس ناجحة قبل أن تتم. هذا موضوع مهم جدا. تأجلت الزيارة من الأسبوع الماضي للأسبوع الحالي، أنا أعتقد لمزيد من الدراسة لجدول أعمال الزيارة اللي أكيد أنها حققت شيء جيد. اليوم الرئيس السيسي صرح تصريح مهم جدا في الكويت، وهو أن أمن الخليج يهم مصر، وأمن الخليج أو مصر تعتبر العمق الاستراتيجي لدول الخليج، وهذا مهم جدا كبر الظروف القائمة الآن. المسألة ليست مسألة دعم مصر، لأن احنا منتهين من دعم مصر. مصر احنا ننظر للرئيس السيسي كمنقذ لمصر، وهذا نظر الشعب الكويتي له كله، ومنقذ أيضا للمنطقة كلها من سيطرة الإخوان. اليوم الحقيقة أرسلت رسالة قوية جدا من تنظيم العالم الإخوان للكويت، بأنهم نزلوا سعر البورصة الكويتية، نزلت إلى أدنى مستوى اليوم، وهذا مفتعل عشان يوجهوا رسالة، لكن بالتأكيد أنه هذا لن يغير من مواقف الكويتي دعم الرئيس السيسي دعم مصر. أيضا أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس، اليوم قلد الرئيس السيسي أعلى وساب الكويت وهو قلادة مبارك الشديد، مصر والسيسي باستقالهم، وصباح الأحمد جابر بن ثقله السياسي كزعيم الدبلوماسيه العالميه وزعيم الانسانيه. انا اعتقد انه هذا القمتين لما في سيدي راح يكون من صالح الامه العربيه ومن صالح العمل العالمي المشترك في دعم الارهاب والمرهبين ومن يمول الارهاب. نعم. كانت هناك استاذ طلال يعني محاولات من بعض القوى، خلينا نتكلم بشكل صريح، من المحسوبين على جماعة الإخوان والجماعات المشابهة لربما لتشويه صورة مصر لدى الدول الخليجية والعكس أيضا. نعم هذا صحيح. أنا قلت لك اليوم رسالة مهمة جاتنا، أن نزلت البورصة الكويتية إلى أدنى مستوى لها، لأنهم عندهم فلوس يستثمرون فيها، ولكن هذا لا يغير من المواقف يا سيدي الفاضل. السعودية والكويت ودول الخليج كلها في خندق واحد مع مصر الحبيبة. وأيضا أنا مثل ما قلت لك في الخليج ينظر إلى السيسي كمنقذ للمنطقة كلها من سيطرة الإخوان. فحقيقة هذه القوى إن شاء الله بإذن الله مدحورة، والإرهاب مدحور بإذن الله تعالى، وراح تكون الأمور كثير من احسن الى احسن. مهم جدا ان تعرف الثقل العالمي لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح الله يطول عمره. فهذا الثقل العالمي مع الثقل المصري اكيد يسوي شيء مهم في الخريطه العالميه وفي الحرب على الارهاب. ايضا الرئيس السيسي ما كان يعني ما فوت الفرصه بانه صرح هذا التصريح المهم عن امن الخليج، وهذه رساله مهمه لايران قبل وصول الرئيس الامريكي الى السعوديه وبحث هذا الموضوع. هل لو تربط الاحداث كلها في بعض تجد النتيجه كلها باذن الله تعالى لصالح الشعوب العربيه، بل لصالح السلم العالمي. احنا ننتظر هذه السياره مثل ما قلت لك، كان مقرر الاسبوع الماضي اجلت، لان انا متاكد ان هناك دراسه مستفيضه لجدول اعمال الزياره التي نجحت قبل ان تتم، وبالتالي فوتت الفرصه على هذه القوى لافشال او تشويه الصوره مثل ما تفضلت، أو إفشال زيارة وزيارات أخرى، لأن بالتأكيد راح تقبها زيارة للبحرين، وبالتالي
في الرئيس الامريكي جاي للسعوديه راح يجتمع بالرؤساء الخليجيين ايضا، وهذه كلها تصب في نفس المصب. انا اعتقد انه راح يكون في انفراج شديد في 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 التوتر الموجود حاليا بالعالم كله، وبالاخص في منطقه الخليج الشرقي. شكرا جزيلا الأستاذ طلال السعيد، عضو مجلس الأمة الكويتية السابق والكاتب والإعلامي الكويتي، شكرا، حدثنا من الكويت.